يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. حيث بذلت المملكة العربية السعودية جهود جبارة في تطوير وتوسعة الحرمين الشريفين من عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حتى أصبح اليوم الحرم أيقونة معمارية وحضارية وصورة إسلامية يشار لها بالبنان على مستوى العالم. نتحدث عن مراحل تطور الحرم المكي مشاهدينا مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة الدكتورة سلمى هوساوي أستاذة التاريخ القديم بجامعة الملك سعود. يا أهلا وسهلا فيك وصباحك خير. صباح النور، هلا وسهلا فيكم وشكرا لكم الاستضافة. حياك الله دكتورة سلمى. ودنا في البداية نتكلم ونسلط الضوء على مراحل تطور الحرم المكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد المسجد الحرام مر بمراحل طويلة، والمكة مكانة استثنائية والمسجد الحرام أيضا مكانة استثنائية، تزامنت مع بناء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل للمسجد الحرام. ثم بعد ذلك بدأ التطور منذ عهد قبيلة جرحم التي رفعت من سقف المسجد الحرام، ثم بعد ذلك أتى عصر قريش التي قامت ببناء أجزاء من الكعبة التي تعرضت للسيول على رواية وعلى رواية الأزرق للحريق، فقامت بإعادة هذا البناء مرة أخرى. ثم ننتقل وكان متزامنا مع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كان عهد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب في العام السابع للهجرة قام بشراء المنازل بجانب المسجد الحرام وادخالها داخل الحرم للتوسعة على الحجاج والمعتمرين، وكذلك فعل عثمان بن عفان في العام 26 هجري أيضا بشراء المنازل. فكان عثمان بن عفان أول من أدخل الأروقة المسقوفة عفوا والأعمدة الرخامية. ثم بعد ذلك أتى عهد الدولة العباسية عفوا الأموية ثم العباسية إلى عهد التأسيس محمد بن سعود الإمام محمد بن سعود رحمه الله، الذي قام لم يقم بتوسعات لأنه في تلك الفترة كان هناك نوع من عدم انعدام الأمن، فكان اهتمامه بإلغاء الضرائب على الحجاج وكذلك أو الاهتمام بالأمن للمنطقة، وكذلك فعلت الدولة السعودية في دورها الثاني وصولا إلى عهد التوحيد عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. طيب الله ثراه. تمام، حدثينا عن التوسعة أستاذة سلمى، توسعة المسجد الحرام في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. نعم، بمجرد ما وصل الملك عبد العزيز لمكة دخل المسجد الحرام وصلى ركعتين، ثم بعد ذلك بدأ التفكير في كيفية الاهتمام بهذا المسجد والتوسع وإلى آخره، فاهتم بالترميم، ترميم المسجد الحرام، ترميم الأسقف، ترميم المنارات، ترميم العديد من الأمور وطلاء مقام إبراهيم عليه السلام. وقام بأمر آخر وهو مهم في عام 1345 وهو إنشاء أو 46 إنشاء مكان كسوة الكعبة أو مجمع كسوة الكعبة، لأن الكسوة قبل هذا التاريخ كانت تؤتى بها من خارج المملكة، لكن بعد هذا التاريخ تم صناعتها في المملكة فأنشأ هذا المصنع. وكذلك عمل أمر مهم وهو وضع إزالة الأحجار والغبار الذي كان موجود في المطاف أو في السعي بالمعنى الأصح وتبديله بالحجارة الملساء الناعمة ليسهل على الحجاج والمعتمرين السعي بكل يسر وسهولة. ثم بعد ذلك بدأ يضع خطط التوسعة للمسجد الحرام والتصاميم، إلا أنه توفي قبل أن يحدث له ذلك، وكان ذلك في عام 1373 هجري. جميل دكتورة سلمى. طيب، بعد تلك الفترة بدأ أعداد المعتمرين وكذلك الحجاج في ازدياد. نعم. ودي نتكلم عن تلك المرحلة والتطور اللي شهدها الحرم المكي. نعم، بعد طبعا أن وضع الملك عبد العزيز هذه الخطط توفي، ثم عاد أتى عهد الملك سعود الذي اهتم باستكمال مشاريع توسعة المسجد الحرام التي وضعت على عهد والده الملك عبد العزيز، فقام بتوسعة المسجد الحرام والمطاف وإدخال العديد من أجزاء المسعى داخل حدود الحرم. بعد ذلك
طبعا عتى عهد الملك فيصل ومن بعده خالد، واهتموا جميعا بالخطط التي وضعها الملك عبد العزيز، فكانت التوسعة الأولى على عهد الملك سعود، ثم الثانية والثالثة الملك فيصل، ثم الرابعة في عهد الملك خالد. ولكن هذه كلها تعتبر التوسعة الأولى، لأنها بدأت من عهد الملك عبد العزيز كوضع خطط عام 1373 وصولا إلى عهد الملك خالد 1396. بعد ذلك كانت لذلك سميت جميعها بالتوسعة الأولى. ثم كانت التوسعة الثانية على عهد الملك فهد طيب الله ثراه، وكانت التوسعة الكبيرة حيث وسع الجزء الغربي من المسجد الحرام، أخذ ملكية المنازل في تلك الفترة ووسع المسجد وأصبح له ساحات كبيرة في تلك الفترة. ثم بعد ذلك كانت التوسعة الثالثة على عهد، وهي الكبيرة الأكبر، والذي يزور مكة المكرمة يرى هذه التوسعة. والمميز في جميع التوسعات إنها تأخذ من نفس الزخارف الموجودة في التوسعات الأولى، ولا يكون هناك اختلاف سواء في المنارات أو في المآذن أو في حتى الأسقف. ثم بعد ذلك كانت التوسعة الثالثة مثل ما ذكرت على عهد الملك عبد الله، وهي الأكبر والأشمل. وثم بعد ذلك أتى عهد الملك سلمان أطل الله في عمره، الذي اهتم باستكمال هذه التوسعة. جميل جميل جدا. طبعا نلاحظ مشاهدينا لقطات حية من المسجد الحرام، ونلاحظ أيضا ازدياد عدد الحجاج. لكن خلونا نرجع لموضوعنا، دشن خادم الحرمين الملك سلمان ضمن المشروعات ضمن خمسة مشروعات رئيسية، المشروع الثالث للتوسعة، حدثينا عنه أستاذة سلمى. نعم طبعا، أول ما عمله الملك سلمان اعتمد التوسعة الثالثة وعمل وعطى أصدر الأمر باستكمالها. ثم بعد ذلك أصدر أو استحدث بالمعنى الأصح خمسة مشاريع تستهدف رؤية المملكة 2030 بالمقام الأول. أول مشروع اللي هو مشروع التوسعة الرئيسية، ثم مشروع أنفاق المشاة، يليه مشروع الخدمات المركزية أو محطة الخدمات المركزية، ثم مشروع توسيع المطاف، ثم مشروع آخر وهو الأخير، وهو الطريق الدائري المحيط بالمسجد الحرام. والذي ينظر إلى هذه المشاريع يجب أنها نفذت في وقت قصير جدا، وهي أساسا تستهدف رؤية 2030، فنفذت قبل حتى الموعد المراد، وتستقبل المملكة أعداد مهولة مثل ما ذكرت قبل قليل من الحجاج والمعتمرين طوال العام، ويتم تفويجهم وخدمات صحية، خدمات النقل مجانا، يعني العديد. فالذي يصل يزور مكة في الفترة الحالية يجد بأن تلك أو ذاك الازدحام الكبير الذي كان يحدث منذ العصور القديمة الآن غير موجود. هناك محطات، هناك طرق خاصة بالباصات، طرق خاصة بالسيارات، فبالتالي يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة. وتستهدف المملكة استضافة حوالي 30 مليون معتمر في السنة، وهذا بالتأكيد سوف يحدث. جميل. طيب دكتورة سلمى، لما نتحدث عن تطور الحرم المكي لابد أن نتكلم عن بلاط الحرم وما يتميز به من خصائص ومميزات تسهم في تسهيل أداء الحج والعمرة، إذا تكلمين عنه. نعم بالتأكيد، هذا البلاط له أهمية كبيرة منذ عهد الملك خالد طيب الله ثراه، هو الذي أمر بإحضار هذا النوع من البلاط عام 1987، تم إطلاء المسجد الحرام عفوا المطاف بهذا النوع من البلاط لأنه يحفظ البرودة. ثم أمر الملك فهد طيب الله ثراه أيضا بإحضار هذا النوع من البلاط، حيث تم طبعا تبليط المطاف وكذلك الساحات التي استحدثت على عهد الملك فهد. هذا النوع من البلاط يؤتى به من اليونان على من جزيرة على بحر إيجا،
هذا النوع يحفظ البرودة وهو شديد السمك، يتم صناعته تؤتى بأحجار كبيرة، يتم صناعته في مصانع المملكة العربية السعودية بالأشكال الهندسية التي تناسب المسجد الحرام. الأمر الآخر أن هذا النوع من البلاط يتم الكشف بمعنى الأصح عنه في داخل المملكة، وتحديد أي من هذه البلاط من البلاطات قد استهلكت ولا تقوم بحفظ البرودة، فيتم أيضا استبدالها بواحدة أخرى. والأهم من ذلك بأن استخدام هذا النوع من البلاط يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد على عهد اليونان الذين صدروه إلى الدول المجاورة، وكذلك استخدمه الرومان في بناء أيضا المعابد في تلك الفترة. جميل جدا. أيضا حدثينا أكثر عن الرواق السعودي لما له من نقلة كبيرة أو توسعة بالمسجد الحرام. بالنسبة لهذا الرواق مهم جدا، وتسميته أتت منذ أن بدأت بالمعنى الأصح التوسعات للمطاف على عهد الملك عبد العزيز الذي أصدر القرار بتوسعة المطاف خلف الرواق العباسي والمحيط به والمحيط بالصحن منذ ذلك الوقت للتوسيع على الحجاج والمعتمرين، فتمت التوسعة. أتى عهد الملك سعود، ومن بعده الملك فيصل، ومن بعد الملك خالد، وعلى هذا الامتداد كان هناك اهتمام بهذا الرواق وبتوسيعه. ثم أتى عهد الملك الملك فهد، ومن بعده الملك عبد الله أيضا طيب الله ثراءهم جميعا ورحمهم، اهتموا بتوسعة هذا الرواق. من هنا أتت التسمية، لأنه بدأ منذ عهد الملك عبد العزيز وصولا إلى عهد الملك سلمان الذي تم في عهده استكمال هذا الرواق وتدشينه عام 1444 شهر 11 يوم 1 الموافق 1/5/2023، وهذا أمر جدا مهم، ومن هنا أتت هذه التسمية المهمة. جميل دكتورة سلمى، ويستحق صراحة تسميته بالرواق السعودي لأن هذه التوسعة بدأت منذ العهد السعودي. فعلا، والمملكة تولي الحرمين الشريفين اهتمام كبير وحريصة دائما على تطويره وتسهيل ما يسهم بالتأكيد في تسهيل حتى التسميات بدال. مواسم الحج التسمية السابقة أظن بأمان أو يعني، والآن هذه السنة يسر وطمأنينة، بالتالي هذا يطمئن حتى الحجاج عند قدومهم بالراحة والطمأنينة والسكينة التي يحصلون. نعم بالتأكيد، هذا اللي حريصة عليه القيادة وجميع الجهات الحكومية. الله يعطيك العافية. شكرا. ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة الدكتورة سلمى هوساوي، أستاذة التاريخ القديم بجامعة الملك سعود.